أول شيء طمني عنك، أنت اليوم كيفك؟ كيف وضعك الصحي؟ الحمد لله هلأ عم بتماثل للشفاء. نعم، على مستوى يعني النطق والحركة؟ يعني هلأ المراحل الأخيرة للشفاء بإذن الله. علي، بال 2017 شو صار معك تحديداً؟ حادث سير. شو صار معك بالحادث؟ ولشو تعرضت؟ رح أحكيها بصراحة، أنا أول مرة بسوق سيارة أوتوماتيك برجنتين. نعم. مرق ميتور، قال لي مرحبا أستاذ، قلت له أهلاً أهلاً حبيب القلب، عراسي صرت خربت بين داسة الفرام وداسة البنزين. نعم. اللي ضرني الايرباك اجا بقوة عوشي. شو صار؟ صار نزيف بالدماغ. صار معك نزيف دماغي، لشو أدى؟ أدى لجزء الشمالي من جسمي خفت الحركة فيه. نعم. أنا صاير وقت أمشي بمسك إيدي هيك. نعم. يعني ورجلي نفس الشيء. نعم. شو شخصوا الحالة الأطباء؟ تجاوزت يعني مرحلة الخطر، غيبوبة ما بعرف قديش، بس بعدين عرفت قديش. قديه؟ يعني فينا نقول شهرين ونص. نعم. بعد رحلة علاج طويلة علي، أنت اليوم عم تتماثل للشفاء مثل ما ذكرت. عندك بطء شوي بالنطق وبطء شوي بالحركة؟ لا، الحركة لا، الحركة طبيعية ولكن البطء فقط بالنطق. بالنطق. هل تقدر تمثل بهالحالة؟ أنا جاهز لأتقان أي دور. نعم. طب دقيت بعد الحادث اشتغلت 3 أعمال. مع مين اشتغلت؟ نعرف انه مع المخرجة رشا شربتجي، صح؟ تمام، بوجه لها تحية وبقول لها بحبك. ونحن منحبها كتير لرشا.